يعني هيجي مع السؤال كالتالي: المستوى والمدة هي 2000 سهم، 2000 سند. ال2000 بدي اقسمهم على 5 سنوات، هي عندي 5 سنوات، فكل سنة بيطلع 400، هي 2000 400 بضل 1600، بناخذ 400 بضل 1200، 400 بضل 800، 400 بضل 400، وبناخذ 400 جمعنا دول مع بعض كلهم طلعوا ل 2000. الآن الفائدة هي المفروض تطلع 60000، كيف طلعت 60000؟ طلعت 60000 لأنه بقول ال2000 ضرب ال500 اللي هذا قيمة السند في 6%، 6 على 100 بيطلع عندي 60000. الثانية طلعت 48000، كيف طلعت 48000؟ اللي هي 1600 في 500، 1600 في ال 500 هذه في 6%، هي 6% بيطلع ايش؟ 48000. هنا بيطلع 36000، 36000 عبارة عن 1200 في 500 في 6% وهكذا. هذه مثلا 12000 طلعت عبارة عن 400 في 500 في 6 على 100 بيطلع 12000. هذه الاستهلاك اللي هي عبارة عن المليون، هذا قسمناه على الخمسة هذول 5 سنين بيطلع كل سنة فيها 200000، مجموع المليون. الدفعة عبارة عن هذه زائد هذه بيطلع هذه، هذه زائد هذه بيطلع هذه، وهذه زائد هذه بيطلع هذه، وبيطلع 800000. وإلى اللقاء إن شاء الله.